خسيس، شرير، همجي، متوحش، فاجر، متخلف، عدائي، جاهل، مجرم، وإرهابي. هكذا يبدو العربي والمسلم بعدسات هوليوود التي ابتكرت كل السبل الممكنة لمحاربتهما وللإثبات لمشاهديها ومتابعيها الغربيين عن استحالة إنماء وتقدم وتطور المجتمعات العربية والإسلامية. فلماذا تصر هوليوود على تسويق صورة نمطية مشوهة عن العرب والمسلمين؟ هل هي حقا تراهم كذلك؟ أم أن هناك أبعادا سياسية وربما دينية للموضوع؟ أعزائي، لا شك في أن هوليوود أكبر صانع للسينما في العالم. لا شك أيضا في أنها تنظر إلى العرب والمسلمين عبر منظار ضيق ومحدود ومعدل، والتعديل يسير غالبا في الاتجاه الخاطئ والمهين واللا إنساني. ففي دراسة مفصلة قام بها الباحث والناقد السينمائي الأمريكي من أصل لبناني جاك شاهين، والأستاذ طبعا الفخري في جامعة جنوب إلينوي الأمريكية، في هذه الدراسة التي قاربت حوالي 1000 فيلم أمريكي، أفلام طبعا حققت إيرادات عالية، في هذه الدراسة استنتج البروفيسور جاك شاهين أن العرب هم أكثر الناس تعرضا للافتراء في عالم هوليوود، إذ يتم تصويرهم في الأساس دون البشر. أيضا خلص جاك شاهين إلى أن قرابة 25% من أفلام هوليوود تهين العرب بطريقة أو بأخرى. هذا كلام شاهين، وقد وضع ونشر شاهين موسوعة بعنوان العرب الأشرار في السينما، كيف تشوه هوليوود أمة، Real Bad Arabs. ولاحقا قدم شاهين هذه الموسوعة للمشاهدين وللقراء على شكل فيلم وثائقي يعلق فيه شاهين بطرق مختلفة على مشاهد الأفلام الهوليوودية. وما من شك أعزائي أن هذه الأفلام بالتحديد هي الأكثر انتشارا وتأثيرا ومشاهدة في كل أنحاء العالم، وخصوصا طبعا في المجتمعات الغربية، أي أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وغيرها. وهذا التأثير العميق والفعال على مشاهدي السينما من شأنه أن يحفر ويكرس في عقول الناس كبارا وصغارا أي صورة نمطية مغلوطة عن العرب والمسلمين جاءت بها هذه الأفلام. فإذا بهذه الصورة تترسخ في ذاكرة وأذهان الناس، وفي هذه الصورة المشوهة العربي والمسلم يحمل غالبا سيوفا طويلة مسلطة أو مسدسا أو بندقية يعادي فيها المجتمع، أو يقوم بأعمال شغب أو بأعمال عدائية في المجتمع، وطبعا من دون سبب ظاهر. أما المرأة العربية أو المسلمة فغالبا ما تقدم كجارية أو كجميلة وأمية وساذجة أو كراقصة شرقية بملابس خفيفة وشفافة طبعا لإظهار مفاتنها الجسدية. أحبائي، إلى جانب هذه الصورة المشوهة للواقع طبعا هناك أفلام هوليوودية أخرى تطلق النكات السخيفة والمهينة عن العرب والمسلمين، أو تظهرهم كمهرجين فاشلين لا يستأهلون إلا الشفقة أو الإزدراء. هناك طبعا عشرات آلاف المشاهد ولقطات في المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية الأمريكية تحمل صورة سلبية ومشيطنة للعرب والمسلم، صورة بخلفية سيارات ليموزين وحريم، صورة يراد لها أن تحد من إمكانيات العرب والمسلمين بما خلفهم، مع إظهارهم كشريرين وهمجيين ومجرمين وإرهابيين. وقد ازدادت هذه الصورة سوءا وبشاعة طبعا بعد أحداث 11 من سبتمبر الإرهابية، وقد استثمرت هذه الأحداث طبعا من قبل المنتجين والمخرجين السينمائيين والتلفزيونيين في أمريكا، استثمرت
لتثبيت الصورة النمطية العربية والإسلامية وتشويهها أكثر. ولسوء الحظ فقد أصبح الآن من الصعب تغيير هذه الصورة التي ترسخت في عقول عدد كبير من المشاهدين منذ عقود. وبالعودة إلى الناقد السينمائي جاك شاهين المسيحي العربي، لم تأتي لهفته هذه من فراغ، فمن أين بدأت رحلته مع محاربة تصوير العرب كأشرار؟ استيقظ جاك شاهين ذات يوم على صريخ ابنه وابنته الصغيرين الخائفين من عربي ظهر على شاشة التلفزيون في مشهد وحشي وقاس، فأدرك حينها أن مسؤوليته تجاه طفليه وأطفال العرب والمسلمين كبيرة جدا، فبدأ رحلة إظهار الحقيقة وضحض الزائف. فمن أصل حوالي 1000 فيلم قاربها، لم يصنف شاهين في قائمة الأفلام الإيجابية عن العرب والمسلمين سوى 12 فيلما فقط، من بينها فيلم Three Kings أو الملوك الثلاثة، وفيلم The 13th Warrior أو المقاتل 13. وفي دراسات وتقارير شاهين هناك صور نمطية كرستها السينما الأمريكية في هوليوود طبعا عن العربي والمسلمين، ونرى أيضا العربي والمسلم كإنسان سيء وغبي وغير صالح، والأمريكيين يمتلكون طبعا التكنولوجيا المتقدمة والسلاح، أما العرب فلا. وتظهر هذه الصورة النمطية مثلا في فيلم True Lies أو الأكاذيب الصحيحة، والذي يصور الفلسطينيين كمجموعة من الحمقى. أيضا هناك صورة العرب والمسلمين الأثرياء والتافهين والمثيرين للضحك، وتظهر هذه الصورة في عدة أفلام مثل Father of the Bride وبروتوكول 1984، وحتى في بعض أفلام جيمس بوند مثل Never Say Never Again 1983. أيضا وأيضا تظهر المرأة العربية والمسلمة أحيانا كحريم للثري العربي، وأحيانا أخرى كراقصة مثيرة، وفي أحيان أخرى حتى كإرهابية تقتل وتفجر المدنيين مثل ما نراه في فيلم Death Before Dishonor. ولعل أكثر ما يشوه صورة العربي في أفلام هوليوود عندما نراه محاولا إصلاح نفسه، فلا يجد سبيلا إلى ذلك إلا عبر التحول إلى عميل أمريكي، وهذا ما نراه مثلا في فيلم الحصار The Siege. في المحصلة أحبائي، إذا سألت أمريكيا عاديا عن صورة العربي والمسلم في خياله، يكلمك عن الرجل العدائي أو الهمجي أو الذكوري السلطوي داخل عائلته، أو الإرهابي أو الشهواني مع النساء أو صاحب النزوات. وإذا سألت الأمريكيين عن المرأة العربية والمسلمة، فلا تظهر في مخيلاتهم إلا المرأة الخاضعة والمقموعة والمضطهدة، والتي لا تصلح إلا للأعمال المنزلية وتربية الأولاد، أو المرأة اللعوب أو الراقصة التي لا تستطيع إغراء المجتمع إلا طبعا بمفاتنها الجسدية. في الخاتمة، من المؤكد أن صورة العرب والمسلمين لن تصطلح في ذاكرة وقناعة الغرب إلا بعد حين وبعد خطوات جدية يقوم بها كبار المنتجين السينمائيين في أمريكا وفي هوليوود بالتحديد. هذه هي صورة العرب والمسلمين المشوهة على شاشات هوليوود، التي يبدو أنها تتناسى عمدا إظهار صورة العلماء العرب الذين أسسوا لحضارة الغرب بعدما ألهموه الكثير من اختراعاته. العرب يا سادة هم الذين اخترعوا علوم الرياضيات، العرب هم الذين اكتشفوا علوم الكيمياء، العرب يا سادة كانوا رواد العلوم الفلكية، العرب يا سادة هم أول من اخترع واستخدم المعدات الفلكية للإبحار ورسم خريطة النجوم، العرب هم أول من استخدم خطوط العرض والطول واخترعوا الساعة المائية، والغرب استلهم من العرب التصميمات المعمارية، وحتى في الزراعة كانوا رواد فنون الري والصرف.
طوروا تقاليد التعليم في القانون والأدب والفلسفة إلى جانب العلم. هؤلاء هم العرب الذين تتجاهلهم هوليوود وتستبدل صورتهم بمجرم أو ضال أو مضلل. تصبحون على حرية من أنا الشعب وشاشة المشهد.